السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل يجمعنا بكم اليوم أعزائي المشاهدين، ومواضيع أيضا جميلة ومفيدة. أبرز محطة الدار تشاهدونها في العناوين الآتية: متى يحق للأهل والأقارب التدخل في الخلافات الزوجية؟ سلطة الفواكه وجبة غذائية لا يستغنى عنها. لماذا يقضم أطفالنا أظافرهم؟ ومتى ندق ناقوس الخطر؟ كيف نشد عضلات الصدر المرتخية؟ التدخل في المشاكل الأسرية بين الزوجين مشكلة قد تصل بالزوجين حد العناد والكبرياء ومن ثم الطلاق. إذن متى يتدخل الأهل في حل مشاكل الزوجين؟ نشوف رأي الشباب ونرجع لكم من جديد. يترك للزوجين فرصة خوض تجربة الخلاف وإدارة الخلاف وحل الخلاف. فيما لو استدعى الأمر تدخل أحد يعني العقلاء سواء من طرف الزوجة أو الزوج أو من الطرفين، أحيانا يستدعي الأمر. يحق للأهل يتدخلوا عندما بنتهم أو صاحبة الشأن تكلمهم بالمشكلة، هذا كل وقت يحق لهم أنهم يتدخلوا، بس أن هي ما كلمتهمش بالمشكلة اللي بينها هي وزوجها ما يحق لهمش أنهم يتدخلوا خالص، لأن هي تقدر تحل المشكلة بينها هي وزوجها، ما حدش يتدخل. في حالة أنه وصل الخلاف لمجال يعني ما قدرش الزوجين فيما بينهم أنهم يتصالحوا مثلا، فيضطر مثلا الأب أو الأم يتدخل في داخل البيت. أما إذا تطورت وقد راحت الزوجة لافتة أهلها فهذا ضروري يتدخلوا الأهل. عندما يوصل الزوج والزوجة إلى مرحلة إنه مش قادرين يحلوا المشاكل بنفسهم، يضطر إنهم يستشيروا الأهل، أهل الزوجة أو أهل الزوج لحل المشكلات. يعني إذا كانت وصلت لمرحلة إنه خلاص ما فيش حل لهم، يجب أن تظل الجدران محمية، تظل العرف الزوجية محمية، يعني لا يتدخل فيها أحد سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. ولكن هنالك أحيانا الزوجة أو الزوج هو من يسمح بأن تخرج هذه المشاكل. المشاكل حينما تخرج إلى الزوجية ربما تكبر إذا خرجت إلى الأهل وتصبح يعني خارج إطار السيطرة، لكن هو يفضل أن تظل دائما المشاكل داخلية إلا إذا وصل هناك إلى الضرب، يعني يبقى هناك أنه على الأهل أن يتدخلوا. تدخل الأهل بين المشاكل الزوجية، هل لها حدود معينة أم نطاق معين للتدخل؟ للفائدة في هذا الموضوع استضفنا معنا اليوم الأستاذة سلا المخلافي، معيدة في علم الاجتماع. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أستاذة، هل دائما تدخل الأهل بيكون سلبي بين الزوجين أم في قواعد أو جوانب إيجابية لتدخل الأهل في المشاكل الزوجية؟ يفترض هو يعني يفترض انه ما يكونش في تدخل من الاساس، لكن احيانا فعلا المشكله تكون عظيمه فتقتضي تدخل الاهل، كان يكون الزوج مثلا يضرب زوجته معنف او ممكن يكون مدمن. لا بالتاكيد هنا لابد من تدخل الاهل، لانه اصلا المشكله خرجت عن نطاق السيطره داخل الاسره الصغيره والاسره النواه، بالتالي لابد من تدخل طرف ثالث لحل المشكلة. وعادة الأهل أو تباين الآراء ممكن يكون سبب رئيسي في زيادة المشكلة، لكن لما تكون المشكلة كبيرة بين الزوجين أعتقد أنه يكون دور الأهل أو دور الأهل أو دور الحكم من أهلها وحكما من أهل ممكن يكون دور إيجابي، لأنه ما فيش أي ما أعتقدش أنه ممكن يكون في أهل يحبون النتيجة توصل بين أولادهم لمسألة الطلاق، فممكن لما تكون المشكلة كبيرة تدخل الأهل ممكن يكون إيجابي، لكن في الأساس يفترض أنه المشكلة لا تتعدى حدود المنزل، يكون الحوار بين الزوجين، إذا وإما إذا أخذت بعد أكبر ممكن تدخل الأهل. هل يقتصر الأمر على مسألة الضرب يعني أستاذة سلا؟ أحيانا تكون بعض الأمور بسيطة فتدخل الأهل بيكبرها وبيعطي لها حجمها ومساحتها، والمتضرر الأكبر هو الطفل طبعا أو الأولاد اللي بين الزوجين. فنحن نشي نعرف متى يجب أن يتدخل أب الزوج، اسمه أخوها، ابنها، قد يكون أصلا الزوجين يعني خلافاتهم بسن متأخرة مثلا في فترة الشيخوخة، البعض بتكون المشاكل في سن متأخر وبالتالي يتدخل الابن تتدخل البنت. متى بالتحديد يحق لنا أن نحكي أن هذه المشاكل يجب أن يتدخل فيها أطراف أخرى من الأهل؟
قلتها عندما تكون المشكلة خارج يعني خارج سيطرة الأسرة الصغيرة. أعتقد أنه لما نتكلم إحنا عن الزوج المدمن أو الزوج اللي يضرب زوجته وأطفاله أو الزوج البخيل بشكل مفرط، لا ممكن يكون تدخل الأهل هنا ممكن يكون إيجابي، لكن في الأساس يفترض أن المشاكل تحل مبدئيا في إطار الأسرة الصغيرة وفي إطار يعني بين الطرفين اللي هم الزوج والزوجة. لكن أحيانا قلنا أنه ممكن تكون فعلا المشكلة خارج سيطرة الأسرة وخارج خلاص ما عاد فيش مجال أن الطرفين هم اللي يحلوا المشكلة، فممكن يكون التدخل لكن يكون الحل الأخير، لأنه فعلا زيادة الأعراض كل واحد يحط. أكيد ممكن نقول أنه الأهل الأب أو أهل الزوج ممكن يتعصبوا لابنهم، والعكس من ذلك أهل الأم، فممكن يكون تباين الأفكار أو زيادة التدخلات ممكن يكبر المشكلة، لكن حل المشكلة تكون كبيرة من الأساس فتقتضي التدخل. أستاذ سلب، لاحظ بعض الأسر بيحصل فيها تدخل والبعض الآخر ما بيحصلش تدخل، أو بيكون الشبكة بين الزوجين قوية ما بتسمحش للتدخل، هل في أسباب أو فجوات بتسمح للتدخل هذا؟ كنت أكيد الفجوات هم الزوجين أنفسهم، يعني خروج أسرار المنزل، كل مشكلة تحصل بينهم أول حاجة ما الزوجة تتصل بالأهل حصل نفس الشيء الزوج. مثلا يفترض أنه أسرار المنزل ما تخرجش خارج إطار الأسرة، خارج إطار الزوجين، لكن التدخلات من يسمح فيه؟ ما يسمحوش هم الأطراف أنفسهم، هم اللي يسمحوا بدخول التدخلات هذه أو بوجود أطراف ثالثة بينهم. عايش الزوجين مع الأسرة، حين تلاحظي في أزواج بتزوجوا داخل الأسرة الواحدة، فهل هذا سبب بيؤدي إلى تدخلهم؟ بالتأكيد، لأنه هم يعني لما يكون في أسرة كبيرة عايشين يعني في هم مطلعين على كل المشاكل الموجودة في البيت، فأكيد التدخل بيكون موجود زيادة. هل تختلف سداسة لا المشاكل بين الزوجين الحديثين عن المشاكل الزوجية بين الأزواج اللي يعني مرت على زواجهم عقدين مثلا؟ أعتقد أن المشاكل يعني الأسرية في نوعية المشاكل أم هي تتكرر؟ أعتقد هي نفس المشاكل، بس ممكن نتحدث عن أنه الزواج الحديث ممكن يكون فيه مشاكل أكبر، على اعتبار أنه مسألة بداية تكوين أسرة، ممكن يكون مسألة التنازلات بينهم مش موجودة، مسألة تقبل الآخر، مسألة معرفة الآخر، لكن في الحقيقة هي المشاكل الزواجية هي نفس المشاكل. اختلاف في البيئة، اختلاف في التربية، اختلاف ممكن. أيضا ممكن تركيبة الشخص نفسه أيضا تلعب دور كبير. في البداية تكون صعبة، حتى الدراسات تقول أن أكثر نسب الطلاق تزداد في السنوات الثلاثة الأولى للزواج. طب ماذا عن المشاكل الزوجية في مرحلة الشيخوخة؟ لا يستمر أحيانا الحب والعلاقات الزوجية الوطيدة أيضا في مرحلة الشيخوخة فتحضر بعض المشاكل. ممكن لكن تكون قليلة، أعتقد أنه تكون أقل من البداية، من بداية تكوين الأسرة. طيب أستاذة سلا، إذا المشكلة صدرت من أهل الزوج، من له أحقية الدفاع على عش الزوجية، الزوج أو الزوجة؟ وإذا كانت بالعكس من أهل الزوجة، من الذي لازم يبادر عشان يحافظ على عش الزوجية؟ وكيف لازم يكون هذا التدخل بطريقة ما تسئش للأسرة بنفس الوقت ويعمل حل لأسرتها أيضا؟ تجنبا للحساسية، أعتقد الزوج هو المفروض يكلم الأهل إذا كانت المشكلة من أهل الزوجة. من أهل الزوجة، أما إذا كان من أهل الزوجة فيفترض عن تجنبا للحساسية، ممكن يقبلوا الكلام من ابنهم أكثر من ما يقبلوا من الزوجة. وإذا حصل أنه تدخلوا، لا ممكن يعني طريقة الرد أو صد هذه التدخلات ممكن يكون بتهذيب وحزم، وفكرة أنه مش معناته تقول له لا ما تتدخلوش بيننا، لا ممكن تكون في طريقة ثانية، أنه أول حاجة تكون منكم، ما فيش إفشال الأسرار، ما تخرجش أسرار بيتكم قبل كل حاجة. والزوجة لازم تلعب نفس الدور مع أسرتها. بالتأكيد. إنه يعني بتجنبها. إن هي اللي تكلم أهلها عشان تجنب الحساسية، لأنه ممكن يقبلوا كلامها أكثر من. صح، ابنهم وبيمشي الوقت وبيصالحوا، لكن إذا دخلت الزوجة والزوج أيوة بالعكس بتكبر المشاكل. صحيح. إذا للحفاظ على عش الزوجية لابد من التنازل من الطرفين أستاذة سلا. بالتأكيد. نتمنى أن يكون كلامك وصل ونصائحك كمان وصلت للمشاهد الكرام. شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدي الكرام، وننتقل لمحطة جديدة من الدار. سبحان الله الخالق المنوع في الفواكه، في الألوان، في الذوق، في الطعم، في الفوائد، جميع هذه التشكيلات الرائعة في طبق من الفواكه، كيف ممكن نحصل فيها على فائدة غذائية ممتازة؟ نتابع مع بعض هذا التقرير.
لا حدود لإبداع الأيادي، فقد خرجت بتقديم هذه الأطباق من سلطة الفواكه بطريقة سريعة ومحببة لدى الكثير من الناس. ويتكون سلطة الفواكه من التفاح والعنب والموز وغيره من الفواكه. السلطة إذا كانت الوجبة بدون سلطة ما تعتبر وجبة كاملة بالنسبة هذا، خاصة للسلطة أو الفواكه. طبعا الفواكه الخضار ما يسمى بالتفاح، البرتقال، الموز، ما يشبه ذلك. قد يبدو طبقا عاديا، لكن مذاقه وفوائده يدلان على أنه غير عادي، والسبب يكمن في تنوع الفواكه في هذا الطبق. أطلب السلطة لأنها تفتح الشهية، الشهية للأكل. هناك سر وراء تقديم هذه الأطباق من سلطة الفواكه، كما يتم إعداده وتقديمه في وقت الظهيرة، أما تناوله يكون بعد وجبة الغداء، وتنتشر هذه الأطباق في المطاعم الفاخرة في اليمن. طبعا ما زلنا معكم في برنامج الدار في هذه الحلقة، وجبات شعبية بنتكلم إن شاء الله عن سلطة الفواكه. طبعا الفواكه هي من أفضل الأشياء لجسم الإنسان، أوجد الله سبحانه وتعالى وذكرها في القرآن، وفاكهة ما يشتهون ولحم طير ما يتخيرون. فالفاكهة دلت على الشهوة، أنه الإنسان يشتهيها، فالمفروض أنه الفاكهة ما تأكلش إلا وقت الشهوة، كذا في تفسير القرآن. بس تعالوا نتكلم على الفاكهة وإيش فوائدها. طبعا الناس يقولون هنا في اليمن أنه أول ما يخلص الأكل يأكل فاكهة. طبعا علماء التغذية تكلموا عن الأكل بعد الفاكهة بعد الأكل، ما قالوش أنها خطر أو أنها ضرر، قالوا سم زعاف. ليش؟ لأن الفاكهة تحتاج إلى هضم معين. كل الفواكه اللي تأكل بعد الأكل سم، إلا فاكهة البابايا اللي هي العنب الفلفل اللي عندنا نسميها، هذه الوحيدة اللي هي الواجبة الأكلة اللي المفروض تأكل بعد طعم بذات اللحوم لأنها مادة مهضمة. أما باقي الفواكه هي الفواكه طبعا منجم للفيتامينات والمعادن، ولها كل فاكهة لها موسمها، يعني الجسم بحاجتها بس لازم تهضم لوحدها. فربة البيت اللي بتعطي أكلها أطفالها موز وبرتقال بعد الأكل مباشرة، هي بتخرب كل الأكل اللي أكله وتزيد تصدر لجسمه سم. المفروض إن الفاكهة تأكل يا قبل الأكل بساعتين أو بعد الأكل بساعتين، يعني يا تأكل الساعة 10 الصباح، أنا إذا معي أطفال رايحين المدرسة أعطي لهم فاكهة كل الساعة 10 الصباح، أو تأكل الساعة 4 العصر بعد الأكل، الساعة 3 4 العصر اللي وقت الأكل البسيطة هذه. ليش؟ لأن أنا الشيء جسمي صار يستفيد من الفاكهة، لأنه في فواكه تحرق الدهون، في فواكه تغذي الجسم الإنسان، في فواكه تغذي الدماغ نفسه. الشيء الثاني إحنا قلنا هنا إنه ما تأكلش الفاكهة في بعد الأكل مباشرة أو قبل الأكل مباشرة، يا قبل الأكل بساعتين يا بعد الأكل بساعتين، هنا الجسم يستفيد. الشيء الثاني المهم إنه كل فاكهة تأكل موسمها، لأنه الله سبحانه وتعالى وجد لكل فاكهة موسمها. بس الآن مع السموم اللي ترش في الأراضي أصبحت تخرج الفواكه حتى بغير موسمها، مع عملية استيراد الفواكه من مكان من دولة لدولة أصبحت تأكل بغير موسمها. مثلا الحبحب أنا إذا أكلته في أيام الحمى، الحبحب أصلا ما دم بردة، الماء يستخدموه للكيمياء للتبريد، فبالتالي أنا بحاجة السوالة أيام الحر مش يبرد جسمي من الداخل من الخارج. وثاني شيء المادة معرقة الحبحب، ثاني شيء في مادة البوتاسيوم اللي بتخرج مع العرق أصلا فبيعوض. الثلاثة الحاجات هذه مثلا إذا أنا أكلت الحبحب أيام البرد بسبب المرشوش الكيماوي أو بسبب انتقال أصلا الحبحب من الحديدة مثلا أو عدن للمناطق هذه، ذيك مناطق حارة، فإذا انتقل لنا مثلا هنا في المناطق الباردة وأكلت الحبحب إيش يحصل الآن؟ يحصل إنه ما فيش تعرق طبعا في أيام البرد، فتحتبس السوائل في جسم الإنسان. فبدل أنا أيام الحر الحبحب الآن بيحصل هبوط مع التعرق، الحبحب بيعوض الهبوط هذا بسبب مادة البوتاسيوم وبيرتفع الضغط عندي. لكن إذا أكلت أنا الحبحب ايام البرد ايش بيحصل لي الان؟ بتحتبس السوائل في العروق، بيحصل لي ارتفاع للضغط لانه ما فيش تعرق، وبتبدا السوائل تحتبس بجسم الانسان، فبالتالي بيبدا امراض. ثاني حاجه هو اصلا برد، فايام البرد بيزيد يعطي لي بروده ومدر للبول، فبيخرج لي البول، فكل ما خرج البول من جسم الانسان فايام البرد كل ما خرجت الطاقه منه. فانا لو اكلت الحبحب في ايام البرد ازيد بروده وازيد مرض. البرتقال مثلا، البرتقال تلاحظه في بو فيتامين سي، تلاحظه في ايام البرد ينتشر بسرعه من بدايه البرد طبعا لانه في بو فيتامين سي، فبالتالي يرفع المناعه يقاوم الامراض. بس في ميزه انه في بو سكريات البرتقال، السكريات هذه لما تجي مع الاحماض اللي موجوده في البرتقال تحرق مباشره من المعده، فتعطي
الطاقة أوتوماتيك من غير ما الجسم يبدأ يفكر يحرقها. فلما أجي أنا مثلا أكل البرتقالة يوم البرد يتفق جسمي على طول أوتوماتيك. لما أكل البرتقالة مستوردة اللي تجي من الخارج يوم الحر يتفق جسمي يحصل حرارة زيادة، فبالتالي يبدأ جسمي التهاب، يبدأ يحصل له هبوط وخمول وفتور وتعب. فمثلا في بعض الناس طبعا يروح يزور المريض في المستشفى يوم الحر وعطاله برتقال، هو بيزيد مرضه أصلا. المفروض أنا أشوف إيش الفاكهة الموسم وأعطيها لأطفالي. الآن مثلا أنا في البرد أعطي الأطفال البرتقال، أعطي أطفال الفواكه اللي منتشرة في البرد اللي تساعد جسمي للبرد. فالله سبحانه وتعالى وقت كل موسم له برتقال، وما أكلش الفواكه المستوردة خالص إلا إذا كانت في موسمها. إذا كان مثلا الآن برد وفي برتقال أكل في موسمه، إذا في برتقال مستوردة ومحلي. ونحن نفضل طبعا المحلي، تشجيع للصناعة المحلية أول شيء، ثاني حاجة لأنه أفضل ويكون أطرى وطازج، مش مضاف له أي شيء. التفاح مثلا مادة حارقة للدهون، الموز مادة يعطي طاقة لجسم الإنسان. هذه الفواكه كلها جيدة بس لازم تؤكل في وقتها، ما تؤكلش، ولازم تؤكل في موسمها، ما تؤكلش بغير وقتها وغير موسمها، لأنه في غير وقتها وغير موسمها مرض وضرر. تحدثنا في هذه الحلقة عن الفواكه وقلنا أنه لازم تؤكل في وقتها وما تؤكلش مع الأكل مباشرة لأنها ضرر وصوم زعاف. وإن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. يشاهد بعض الأطفال التلفاز وهم يقضمون أظافرهم، والبعض منهم يستمعون لنصائح وتوبيخات أمهاتهم وأبائهم وهم يقضمون أظافرهم. ما الأسباب ولماذا يقضم الأطفال أظافرهم؟ نشوف الاستطلاع ونرجع نتابع مع المختصين. مشكلة قضم الأظافر عند بعض الأطفال. هناك عادات مذمومة تجعل الأطفال موضع نقد أو سخرية من بعض ذويهم أو أقرانهم، ومن هذه العادات قضم الأظافر. وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت حول هذه المشكلة إلى أنها تظهر عند البنات أكثر منها عند البنين، وأن بعض الأطفال يستمرون في قضم أظافرهم حتى يلحقوا برؤوس أصابعهم الأذى فتلتهب أو تتقيح، وأن المعاناة لدى بعض هؤلاء تستمر معهم حتى نهاية أعمارهم. فما الأسباب الكامنة وراء هذه العادة عند الأطفال؟ وكيف السبيل لاستئصالها من جذورها قبل استفحال أمرها؟ أشار عدد من الخبراء النفسيين إلى أن عادة قضم الأظافر ترجع إلى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: تقليد الأطفال الآخرين الذين شاهدوهم يمارسونها، القلق والتوتر العصبي فتبدر عنه هذه الممارسة لإفراغ توتره والتعبير عن قلقه، خبرات حياتية سابقة ومؤلمة، رد فعل لقيام المعلمة أو أحد الوالدين بضربه أو توبيخه، سخرية الآخرين منه حين يمارس عادة سلوكية سيئة، محاولة التخلص من جزء زائد بارز من الأظافر، وتلعب الأم والمعلمة دورا رئيسيا في عملية تخليص الطفل من هذه العادة قبل أن تتغلغل جذورها في أعماق نفسه وتبقى ملازمة له مدى الحياة. مشكلة قضم الأظافر لدى الأطفال، هل هي مشكلة سببها اضطرابات نفسية أم هي مجرد عادة سلوكية؟ للفائدة في هذا الموضوع استضفنا معنا اليوم الدكتور خالد النهاري رئيس قسم الإسعاف في مستشفى اليمن السويدي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. طيب دكتور، قضم الأظافر مشكلة بيبدأها الأطفال، باعتقادكم دكتور السن اللي بيبدأ فيه قضم الأظافر لدى الأطفال؟ الأطفال طبعا في معنا مش مشاكل نفسية، هذه تعتبر مشكلة نفسية صرفة. مشكلة قضم الأظافر تبدأ طبعا ما أكثر من عمر السنة الثانية، تبدأ أكثر شيء عندما يبدأ الطفل يفهم ما حوله من المحيط، عندما يبدأ الطفل يشعر بالضجر أو الملل، عندما يتم توبيخه من قبل أحد الأبوين، عندما يتم الطلب من الطفل القيام بعمل ما وفشل الطفل في إنجاز هذا العمل وبدأ يفرغ المكبوت داخله على طريق قضم الأظافر، عندما يبدأ أكثر الحالات تظهر في سن الدخول للحضانة أو للمدرسة، الغالب في سن الدخول للمدرسة، عندما يبدأ الطفل يذهب إلى المدرسة ويبدأ يعاني من اتصاله مع الأصدقاء أو مع الطلاب في المدرسة، وعندما يكون هناك نقص اهتمام بالطفل من الوالدين، لأن الوالدين يعني عندما يقدران له عمل ما فالطفل غير قادر على إنجاز هذا العمل أو شيء،
يبدأ بالشعور بقضم الأظافر. طبعا قضم الأظافر هي مشكلة من عدة مشاكل كثيرة موجودة، مثل مص الأصبع، نكش الأنف مثلا، ولف الشعر، هذه المشاكل كلها تكون معظمها تبدأ في مثلا مص الأصبع يبدأ بشكل بسن مبكر، بينما قضم الأظافر يبدأ أكثر شيء، أو تبدأ مشكلة مص الأصبع في البداية وبعدها تنتهي بمشكلة قضم الأظافر إذا ما حلت المشكلة الأساسية هي العلاقة ما بين الوالدين أو العلاقة مع المجتمع بشكل عام، أو التفريغ الجهد عند الطفل بأساليب يعني تكون ذات اتصال وثيق ما بين الأب ما بين الأبوين والطفل. إذا وصل يا دكتور خالد الطفل إلى مرحلة يعني ما بعد الأظافر وهو يعني هذه القطع اللحمة الرقيقة، هل هناك مشاكل صحية وكيف تعالجها إذا يعني استمر المرض أو التآكل في المنطقة هذه الرطبة تحت الظفر؟ الظفر بشكل عام مكون من منطقة يعني تكون غير ملتصقة في الجلد ومنطقة ملتصقة في الجلد وما حول الظفر. الطفل نادرا ما يتجاوز مرحلة المنطقة الملتصقة بالظفر لمناطق بعيدة فيها، إنما المشكلة الصحية الأساسية هي نقل الجراثيم والبيوض الطفيليات أو الديدان أو اتصاله بالميكروبات الصغيرة اللي لا ترى بين ويقضمها ويبتلعها، وبالتالي يحصل له مشكلة الصحية غير المشكلة النفسية التي يعاني منها. طيب دكتور، الطفل لما يبدأ بقضم الأظافر خلاص الوالدين بيشوفوا المشكلة أمامهم متجسدة، كيف ممكن نبدأ نقنعه أنه يبعد يده عن فمه من القضم؟ أولا أنه عملية قضم الأظافر الطفل أحيانا بيصل عندما احنا أنه قضم مشكلة كبيرة كثيرة، يعني مش مشكلة صحية بالدرجة الأولى كما ذكر أنه قد يسبب أنه انتقال العدوى، إنما معظمنا مش إلا فقط الأطفال، معظم الأطفال يمر بمرحلة قضم الأظافر خاصة في مرحلة الدراسة. يقال أن ربع الطلاب في الجامعات يعانون من مشكلة قضم الأظافر يعني إلى ذلك الحين. إحنا ما نحطهاش مشكلة ضيقة على الأهل إنه لازم يخلصوا أبنائهم من مشكلة قضم الأظافر، إنما يحصل نوع من يسمونه نوع من العلاقة الثنائية ما بين الأب والأم والطفل، يعني التشجيع على إنه مثلاً إيش إن أنت اليوم هذا تسجل ما قضمت أظافرك على أساس إنه بكرة يكون المصروف أكثر، اليوم الثالث مثلا قضم أظافره انه ما ينقصوش المصروف هذا او ما يجازوش او ما يعطوش، يستمروا على نفس الشيء. في اسلوب ثاني انه مثلا يحطوا تذكير للطفل هذا انه بيعطوا انه يعني ايش يحطوا في جيبه مش يعني شيء غريب مثلا ورقه ملونه او لعبه صغيره في الجيب، انه كل ما لمس اللعبه هذا دليل على انه انت لا تقضمش أظافرك، لانه احنا نذكرك انت مش معنا بنذكرك انه لا تقوم، او ممكن شغله بلعبه معينه تستلزم استخدام اليد. طبعا في كل ما كبر عمر الطفل ينمو مع الدماغ اكثر، فيبدا الطفل ممكن واحد يشغله في شيء مفيد مثلا كالقراءه مثلا اللعب اللي تفيد تنمي الذاكرة كثير، بحيث ان الطفل ما يسهوش وعاد نفس الشيء لقضم الأظافر. بالغالب كل الأطفال يجنحوا إلى أنهم يعني يريد أن يخلصوا من مشكلة قضم الأظافر، وتجي فجأة قضية أنه ما عاد يقضمش أظافره، بس بحاجة إلى التشجيع أحيانا. في ناس في طرق حديثة الآن صار أنه يحطوا مادة تكون على الظفر أو على الأصبع، بحيث أنه الطفل أول ما يبدأ يقضمها يبدأ يتراجع في أنه ما عاد يقضمها شيء وشيء وتسبب له مشكلة في العض. أو إذا استمر قضم الأظافر إلى ما بعد السنة 15، يعني نقول بدأ الطفل بيدخل في مرحلة 17 و18 وبالتالي مرحلة الشباب، صعب على الأم أن تعمل له هذه المادة
ومن الصعب أيضا نظام المكافآت والعقوبات. لا طبعا كيف ممكن التعامل مع الطفل الذي بيدخل على مرحلة الشباب؟ احنا قلنا هذا لازم نطبقها بدري على أساس ما نوصلش للمرحلة هذه. احنا لازم نشجع الطفل في البداية في سن المدرسة مثلا، ما نحاولش نطلب منه مثلا انه يتجاوز الحدود المطلوب منه مثلا، ما نحاولش انه مثلا نوبخه مهما كان، ما يتوبخش الطفل لانه قضى مظافره او شيء. ما الطفل يكافئ سواء اتفقوا مع الوالد، دخلوا باتفاق على انه يكافئ عندما لا يقضي مظافره في يوم ما او خلال اسبوع او شهر، انه حصل وسهى وقضى مظافره بعد فتره معينه، انه ما يوبخش ولا يعاقب، بالعكس يستمر بهذا الشيء. إذا وصل لمرحلة الشباب معناته أنه قد شاب، يعني لازم فكره ومدال التفكير حقه أكثر، أنه لازم يكون إيش بنفسه، لازم يتحمل المشكلة. صارت المشكلة مش مشكلة الأبوين الآن، صارت المشكلة مشكلة الشاب بنفسه. إنما عند الأطفال إحنا لازم نقوم بالعوامل المساعدة على هذا، مثل ما ذكرنا إنه التشجيع، التنبيه أحيانا، شغله في حاجة مفيدة تمنع إنه إيش يقضي مظافره. طيب دكتور، ليش دائما بنلاحظ إنه في الإناث أكثر العادة هذه من الذكور؟ ما فيش احصائيه دقيقه تقول انه الاناث اكثر، بس لانه في الاناث في السن المتقدم اكثر، يمكن شويه المنتقل، يمكن بيرجع للاناث كونهم نفسيا اكثر شفافيه أكثر. لانه لما يكبر تكون الاناث عندها هموم اكثر شويه من الشباب. الشباب قد يكون قد لا يحمل، لا يعطي للمشاكل او حدها، او ما يعطيهاش التضخم، او ما يضخمش المشكله. الذكر بطبيعته عقلاني والانثى بطبيعتها عاطفيه. دكتور خالد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. نتمنى تكون كل الامهات والاباء استمتعوا بهذه المعلومات واستفادوا كمان. وننتقل معكم مشاهدينا الكرام الى فقره جديده من الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. صحتك كنز، ايش اخبار الصحة؟ بنحافظ عليها دائما وبنحاول ان احنا نرفع رصيد الكنز اللي معنا. اتمنى لكم دائما صحة ولياقة عالية ان شاء الله. اليوم معنا موضوع ارتخاء عضلة الصدر. السبب الاساسي في الارتخاء سواء كان السيدات ام للذكور بيكون فيه عدم ممارسة الرياضة. طيب اليوم معنا حركات رياضية بتفيد الجنسين الذكر والأنثى، نشوف هذه التمارين وكيف بنسويها بطريقة صحيحة ونحصل على عضلات الصدر قوية ومشدودة. بنشوف أهم حركات شد عضلات الصدر، وهنا بنعتمد على الدمبلز الوزن. بناخذ الوزن وبنبدأ بشد الذراعين للأعلى، بنخليها بشكل زاوية، ولما النزول باليد نحاول نخلي اليد مستقيمة، ما ندفعهاش للأسفل بكثرة، مستقيمة بهذا الشكل. علينا تكرار العملية أكثر من مرة لعمل شد في عضلات الصدر. وإحنا بنسوي عملية الشد علينا التأكد أن عضلات الصدر بتتحرك معنا بقوة. السيدات ممكن البدء بوزن 2 إلى 3 كيلو، أما للرجال ممكن زيادة في الوزن. ونخليها قاعدة. استخدام أوزان خفيفة مع تكرار العملية بتعمل عملية الشد، واستخدام أوزان ثقيلة مع تكرار العملية بتعمل على بروز العضلات. نبدأ الحركة الثانية لشد عضلات الصدر، تكون برفع الجسم بهذا الشكل ورفع الذراعين جوانب والشد إلى أعلى والنزول بشكل مستقيم. دائما بنركز على أن الذراع تكون مستقيمة وبتشكل زاوية 90، ونروح بالصعود إلى الأعلى والأسفل باستقامة. دائما بننوه للوصول لنتائج ممتازة. تكرار التمارين باستمرار وبانضباط على الأقل 3 أيام في الأسبوع. أحب أنبهكم أن هذه التمارين مفيدة للذكر والأنثى سواء، بس في فرق بسيط في استخدام الأوزان، أنه نخليها قاعدة دائما، أنه إذا استخدمنا وزن خفيف نعمل عدد كبير بيعمل عملية الشد، وإذا حبينا بروز العضلة نستخدم وزن ثقيل ونكثر العدد أيضا. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية إن شاء الله، إلى لقاء آخر.
إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة الدار لهذا اليوم. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة.